سلمى بأولى فقراتنا وضمن فقرتنا الطبية، مساحتنا الطبية اليوم رح نحكي فيها عن تقويم الأسنان. دائما نحن بنطمح للابتسامة الحلوة، اليوم لحتى نحصل على هاي الابتسامة مفروض يكون عندنا أساس حلو. اليوم حنحكي عن التقويم اللي هو أساس علاجي وتجميلي بالإضافة لفوائده التانية. أكيد رشا، وطبعاً تقويم الأسنان بيحتاج للعناية بشكل كامل الفموية، لأنه أصلاً وجود جسم غريب بالفم فيعني هذا الشيء بيزيد يمكن من أحياناً وجود الجراثيم أو بقايا الطعام. لهيك اليوم رح نتعرف أكثر على أنواع التقويم وكيفية العناية فيه وشو الأعمار اللي بنبلش نحط فيه تقويم، مين بيناسبه ومين لا. كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا اليوم بالاستوديو الدكتور محمد ديب، وهو اختصاصي بتقويم الاسنان والفكين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، اهلا وسهلا فيك. بدايه دكتور، عم نحكي عن موضوع قلنا بالاساس هو خلينا نقول مفتاح النجاح للابتسامه الحلوه وحتى بموضوع المعالجه. اذا هيك حبينا نحكي بمفهوم عام، شو هو العلاج التقويمي لليوم؟ تقويم الاسنان يعني صار شيء كثير ضروري وصار شيء كثير اساسي. يعني اليوم اي حدا بتلاقي عم يراجع العيادات السنيه دائما اذا كان عمره بالثلاثين سنه، انه انا اهلي ما كانوا واعيين وما ساووا لي تقويم اسنان. امتى عم يستنتج؟ لما عم يفوت بالمعالجات السنيه وغيرها كنخور وكترميمات وكمشاكل، عم يحس انه هو كان لازم يعمل معالجه تقويميه، لانه هي كمان كثير إلى اساس ودور بهي المشاكل. لانه طبعا الاطباق السليم هو دائما اللي بيوصلنا للثه سليمه. دائما بنشوف اماكن اللي بيكون فيها تراكب اسنان بيكون فيها التهابات لثويه وتراجع بشكل كثير كبير. دائما الاسنان المرصوفه او المصفوفه بشكل مناسب دائما بتكون التهابات لثويه عندها اقل. دائما احيانا بنشوف ردود اطباقيه مثلا ناتجة عن اللثة اللي الردود الأسنان على بعضها بتعمل مشاكل بالأسوية كتير، أحيانا بتكون مزعجة للمريض. يعني هي بيتلافاها بالمعالجة التقويمية. طبعا دائما يعني نحن بننصح بشكل دائم إنه الواحد بده يعمل استشارات تقويمية، يعمل استشارة عند دكتور تقويمي. يعني اليوم ما في أغلب أطباء الأسنان قليل اللي بياخذوا على الاستشارة مردود مادي، فيفضل تكون الاستشارة عند أخصائي تقويم. انه في حالات نوعيه اخصائي التقويم دوب رح يعرف انه امتى تتداخل عليها. يعني احيانا بيجي المريض بعمر 12 13 سنه، والله دكتور انا شفت دكتور انه دكتور اسنان وقال لي انه خلص لعمره 13. إيه هو اجى بعمره 13 صار موضوعه كان بيتعالج بشكل هيكلي بعمر مبكر، وصل عمره صار رح يحتاج جراحه. يعني فهو تاخر بسبب الدكتور نصحه بنصيحه والدكتور ما كان مطلع. يعني لانه اليوم الاخصائي التقويم حالات هي المعينة دوب ويكون عرفان انه لازم يتداخل عليها بشكل مباشر. هلا مثل ما بنعرف نحن اليوم الاطباق السليم بيحمي المفصل اليوم بيحمي شو قصدنا بالاطباق؟ هي تطابق الاسنان، تطابق الاسنان والسفلي. تطابق العلوي والسفلي مع بعض هو دائما اللي بيوصلنا مثل ما بيقولوا للثة السليمة، بيوصلنا للاطباق الوظيفة المضغية الصحيحة. يعني كثير احيانا بنشوف مشاكل بالوظيفة المضغية ناتجة عن اطباق غير سليم، بيوصلنا لراحة بالمفصل. بس الفكرة اللي نوهت عليها ببداية الشرح هي دائما انه التسوس نحن متهمين كأخصائيين تقويم دائما متهمين فيه، وهو اليوم بدك تعلن براءتك من القصة. هو عكس هيك تماما على فكرة، هو عكس هيك تماما، هو بعيد كل البعد عن الموضوع. لأنه اليوم أي حدا هلا هي هو التقويم مساعد على تراكم فضلات الطعام وتشكل اللويحة الجرثومية وتراكم فضلات الطعام وتشكل اللويحة الجرثومية. بس هو مثلا المريض اللي بيعتني بتفريش أسنانه بشكل كتير دوري 3-4 مرات وبعد كل وجبة طعام، صدقا بتنتهي المعالجة التقويمية دون أي نخور سنية. أما لما بده يكون في فضلات طعام ولوائح جرثومية إجباري حيتشكل نخور سنية. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم، كتير بنسمع أنه تقويم الأسنان هو صار حل تجميلي، مع أنه بنعرف أنه في كتير حالات هو حل علاجي قبل ما يكون حل تجميلي. خلينا نفرق بين الأنواع، ايمت بيكون هو حل تجميلي يعني عم بيعالج شيء بسيط فقط عم يعطي جماليه، وايمت بيكون حل علاجي؟ شو هي الحالات؟ هلا سابقا كان التقويم بشكل اساسي يهدف ليوصل لوظيفه اطباقيه كثير سليمه، لوظيفه اطباقيه جيده. اليوم صار جماليا قبل الوظيفه. يعني بتلاقي اليوم كثير ناس كثير بهمها شكل البروفايل وجهي، التعديلات اللي بتنتج عنه، شكل الاسنان، شكل قصص. هلا اليوم اذا بدنا نحكي عن التجميل او الهوس اللي عند المجتمع وخاصه الاناث بشكل كثير كبير اليوم، انه الهوليود سمايل، انه خلص انا بدي هوليود سمايل. هلا هي اذا بدنا نصنفها كثير الى مراحل، بس اسوء مرحله بمراحلها هي برد الاسنان او التحضير.
احيانا بيكون في تراكم كثير بسيط بالاسنان، بتلاقي المريض اتجه نحو البرد، وهو البرد يعني مثلا اليوم هو التجميل صاير مثل باكج كامل، يعني انه فيلر، بوتوكس، شد اشفان، هوليود سمايل، بس هدول شيء وهذا شيء. صحيح. يعني اليوم بدنا نحكي هوليود البوتو الفيلر مثلا بعد 6 شهور بيروح، بعد 4 وممكن شهرين ممكن ما تستفاد الانثى عليه، بس بينما لما نيجي نحكي على الهوليود سمايل الواحد لما عم يبرد السن وعم يضطر يعمل له معالج لبي، اذا بتجتمع كل اطباء الدنيا ما حترجع ترجع له سنه اذا صار في اشكاليه او مشاكل مستقبلا يعني. فاليوم نحن بننصح انه الترتيب تبعه انه خلص يا طبيب ليزري يا طبيب يا فيلا يا شو اسمه فينير متحرك او فينير ثابت بيجي عدسات لاصقه، بس اخر شيء يتجه نحو الموضوع تبع اخر شيء يتجه نحو برد الاسنان ليعمل الهوليود سمايل، لانه هي اسوء خيار علاجي تجميلي يعني. طيب دكتور، كثير بنشوف حالات انه هي حبت اليوم تعمل اسنانها ان كان ابتسامه اللي هي، وصلنا اليوم نشوف انه مو كل حدا بيلبق له نفس الابتسامه، يعني كل حدا له تفاصيل، له تقاطيع وجه بيلبق له شيء. بتتفاجئ المريضه بعد ما بيصير موضوع البرد، يعني نحن حكينا نقطه انه هي سلبيه، انه صار في بروز بالاسنان، فهي بتتهم الطبيب انه انت ما اشتغلتي صح، بس هي اذا رجعنا طبيا احنا بنقول انه هو كان في بروز قبل ولكن تراكمات الاسنان، انه هي ما راحت تقويم اول شيء، راحت فورا برد. اليوم شو اسلم طريقه نحن لنحصل على النتيجه ولو التقريبيه لشكل الاسنان؟ تمام. اليوم اذا نحكي بهي الفكره، اليوم مريضين لا على التعيين راحوا لعند نفس الدكتور، نفس الدكتور اشتغل لهم، نفس مخبر الاسنان عمل لهم ونفس اللون، واحد طلعت ابتسامته كثير حلوه، واحد طلعت ابتسامته كثير بشعه، يعني بيضة بس عن جد ما أنا حلوة أبدا. واحد طلعت ابتسامته، الفرق بيناتهم واحد بالوراثة باهتمام الأهل بالشكل دوري طلعت صفة أسنانه كتير مثالية، الثاني هو اللي بدنا نحكي عنه اللي هو بالأساس صفة أسنانه ما أنا حلوة. هلا هون بهي الحالات هلا هو العموميات تبع كتير تبع التقويم خاص نص بهذا الموضوع، بس إذا نحكي بشكل مختصر عنه اليوم مثلا عرض القوس السنية، مثلا إذا نحكي العرض تبعه دائما في شيء اسمه مثل نحن بنسميه باكل كاريدور بالتقويم، أو هو دهاليز خدية اللي بتكون على جانبي الابتسامة بتكون كتير سودة، وخاصة ضيق الفك، فهو يبين عنده ست أسنان الأماميات يعني الضواحك اللي لازم تطلع بالضحكة ما عم تبين عنده، فهذا الشيء بيحذف كتير كمية من جمالية الابتسامة. هلا هاد بالبرد يعني قد ما يعرض المخبر او الدكتور السن لبرا ما حيطلع عريض وما حي ما حيوفي على الشيء المطلوب بعرض القوس. بالتقويم هذا الموضوع كثير بسيط، يعني انه مو لهالدرجه بالبساطه، بس انه يعني سهل تقويميا انه ينشغل. قوس الابتسام اليوم اذا نحكي عن قوس الابتسام اللي هو من المعايير اللي بيستخدموها التجميل والتقويم والكل، اليوم قوس الابتسام هو شيء اساسي لازم نرسمه نحن بالتقويم. اذا هو بالاساس عنده سن طالع وسن نازل حنضطر نبرد، بينما إذا رسمناه بالتقويم لقوس الابتسام، قوس الابتسام هو عبارة عن الحدود القاطعة للأسنان العلوية، بتعمل مع الشفة السفلية مثل قوس، بيعملوا قوسين فوق بعض، فبتطلع الابتسامة عريضة وكتير بتطلع المتناسقة يعني نوعا ما. فاليوم إذا المريض كان واعي صحيح. لهي الأمور كتير بيكون سهل على حاله وعلى الطبيب، بيوصل لعند دكتور التجميل ما بحاجة برد، يعني بحاجة خلص ممكن الميكس تبعه إنه يعملوا فينيرات يعني عدسات لاصقة على الأسنان يعني. صحيح. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم تأثير المعالجات التقويمية مثل ما بنعرف كمان على البروفايل الوش، وخاصة عند الإناث اللي كتير بتتأثر يعني بشكل الفم وبتخاف أحيانا، تقول في ناس بيخافوا من تقويم الأسنان إذا عنده مشكلة بالأنف أو شيء بيقول بيصير الشكل سيء. طبعا. فكيف هلا عم بيتم معالجة هذا الموضوع بشكل هلا اليوم تجميلي كمان. اليوم نحن دائما لما بيجي المريض لعنا وهلا دائما الذكور البروفايل الوجه او البروفايل الانفي الشفوي اهتمامهم اقل، الانفي الشفوي الزقن يكون في دقن وشوارب بيكون كثير الموضوع قليل عنده، اذا كان في مشاكل بتطلع الدقن بتغطي شوي، بينما الاناث كثير بتكون واضحه عنده. صحيح. الموضوع خصوصا منطقه الدقن. تماما، خاصه منطقه الدقن. هلا اليوم المريضة مثلا اجت، اذا اجت بعمر مبكر الفائدة حتكون 100%، اذا اجت بعمر متاخر حيكون في فائدة بس حتكون نسبتها اقل. اليوم مثلا اكثر شيء هي بنحب ننوه عنها انه انا كثير بيجيني مثلا مريضات مثلا بعد المعالجة التقويمية بتتغير شكل الشفة وبتغير شكل الانف. طبعا. يعني مثلا اليوم اذا هي بالاساس عندها بروز اسنان وشفايفها كثير طالعين لبرا، اجت عملت تجميل انف قبل ما تساوي التقويم، عمل التجميل انف وصغرت انفه ورجعته لورا شوي بالمعنى هذا، واجت تساوي التقويم بعد انه رجعت الاسنان لورا رد برز الانف،
ردت ترجع فاتت الدوام ترجع تجميل للانف. لا خلص خلص خلينا نعمل تقويم الاسنان بالاول بعدين تجميل الانف، لانه كثير رح يصير في تغيرات، في كثير تشعبات له وتغيرات ثانيه. طيب واذا جينا هيك نحكي شوي عن الاحجام، بنشوف في صبايا بتقول لك انا بحب انه من قدام يكونوا اطول من الضواحك، خلينا نحكي عن الصف القدامي. في ناس بتقول لك لا بحبهم يكونوا صف واحد، وما بين الشخصين في شيء ما بيناسب، يعني في شيء ما بيناسب حتى جوا الفم، يعني الاسنان صفه الاسنان. هلا دائما لالي هلا شو بتعتمدوا اليوم؟ هلا نحن اليوم المعتمد اكاديميا يعني والمعتمد عندنا بالتقويم انه دائما لازم يكون القواطع في تناسق بيناتها معين، يعني التناسق سواء كان ظاهري ولا التناسق يكون بين الارتفاعات تبعها، يعني عاده السنايا او التنتين المركزيات اللي بالنص بيكونوا اطول بنتفة صغيره، او ممكن اذا المريضه كثير حابه يكونوا بنفس المستوى فينا نساويهم يعني، بس يعني بيكونوا قراب من بعض. بس اليوم بنشوف التجميل بيركض ابتسامه اللي بتكون مثل الارنب او بتكون السنايا كثير طويله فيها. بس هدول الدكتور احيانا يعني في حالات كثير انه كانت طول الاسنان اثر على مخارج الاحرف عندهم، في احرف ضاعت نظامي، يعني صار رجعوا للدكتور ليبرد من اول وجديد. فاليوم هون قد ايه الدكتور لازم ينتبه لهي النقطه، انه هو قبل ما يروح لشو حابة المريضه يعرف انه هو اليوم شو حتكون نتيجته، يعني بالنهايه هو المتهم الاخير. هلا يعني اليوم المتهم هو اخصائي التجميل يعني بهذا الموضوع، فنحن بعيدين كل البعد عنه، يعني بالعكس نحن بنحارب برد الاسنان، بالعكس نحن احنا بنهدف للموضوع انه خلص 4 أو 6 شهور تقويم، خذي صفة اسنان مناسبة كثير بمعاييرها الممتازة، وبعدين خلص حطي عدسات لاصقة، ما انك مضطرة تبردي وتعرضي السن وتبرزيه وترجعي، خليه بمكانه بس لونه ابيض ثلجي اذا انت هدفك مثلا كمريضة انه يكون ابيض ثلجي. بينما اذا بدنا نحن نيجي نحكي بموضوع البرد، فهو موضوع البرد هو شيء خاطئ للاسنان السليمة بشكل كثير كبير، بغض النظر عن اذا بقى المخبر كبرهم ولا صغرهم ولا صار عنده مشاكل. فطبعا اخصائي التجميل هو المتهم اكيد. يعني حضرتك عم تحكي، عم نشوف مع مشاهدينا صور هي طبعا بتوقيع اسمك، فهي شغل، خلينا اذا بنقدر نشوفها هيك بشكل كامل صوره كامله مشان نشرح، لاني منتبه انه اغلب الحالات اللي موجوده هي الاسنان الطبيعيه ما تم تغييرها ولا اضافات، ولكن تغير شكلها كامل. هلا عم بتشوف معنا على الشاشه، يعني مثل ما نحن شايفين هي مجرد يمكن تقويمي، ظبطت تموضع الاسنان، نظفتهم، عملت لهم، هدول كلهم تقويم دكتور؟ هدول كله تقويم، ما في شيء اسمه تجميل. قد ايه بياخذ هذا التقويم وقت؟ هلا حسب الحاله، ممكن ياخذ مثلا هي سنه ونص او السنتين مثلا. أوه. لانه كان عنده مشاكل هيكليه واجته بعمره صغير مثلا. اي دكتور ممكن. نعم. ايه ممكن ممكن يكون ممكن يكون الوقت 4 لـ6 شهور اذا ما قبل المعالجه، حسب الحاله ما قبل المعالجه. يعني اذا هلا اللي عندها تراكب اسنان فوق بعض، شفنا مرق عند الضواحك يمكن او القواطع اكثر من سن، كيف تمت معالجتها؟ هلا هدول كله تمت معالجته وفق كل حاله والى السيستم تبعها بالعلاج، يعني كل شيء له خطه معالجته. بس هدول الحالات اللي نحن عم نحكي انه اليوم هن اغلب الحالات اللي عم يساووا تقويم لما عم يطلعوا من عند الاخصائي خاصه حالتهم، هلا نسبه كبيره منهم بيلغوا فكره التجميل، ونسبه قليله منهم بيتجهوا لتبييض ليزري، ونسبه اسا اقل منهم بيتجهوا للي بيكون عندهم هوس الابتسامه البيضاء، بيتجهوا للعدسات او الفينير او المتبع عليه يعني البيضة كتير، و0% منهم بيتجهوا لبرد الأسنان، وخلص أنهم طلعوا من فكرة يعني يوم السن اللي بعد ما بينبرد وبيعملوا المعالجة اللبية ما حيتم أكثر من 10 لـ20 سنة، يعني هلا نحن آخر 10-15 سنة انتشر، هلا عم نشوف نتائجه، يعني ما في أسبوعين ما بيمر مريض عنده مشاكل تجميلية وما له سنتين ثلاثة مركب يعني. دكتور ذكرت اللاصق، خلينا هيك نوضح أكثر، اليوم هل هنن آمنين يعني على الأسنان؟ شو هن اللواصق؟ العدسات هلا العدسات يعني هي العدسات اللي الخيار اللي بيستهلك برد خفيف للسن، يعني برد كثير كثير نسبته قليله، افضل بكثير من انه يتم تحضير السن بشكل كامل، يعني برد هيك فينا نحكي نص ميلي من المينا الخارجي ما بيتجاوز هذا الموضوع، وخاصه اذا كانت صفه الاسنان كثير تمام فالامور كثير بتكون محدوده، وخاصه اللي عندهم انه خلص طموح انه بده يجي فوق الاسنان الطبيعيه. اي طبعا كان هو بيركب، يعني هو بيجي الفينير بيجي كثير رقيق، يعني سماكته كثير رقيقه،
وبينلصق فوق السطح الدهليزي او السطح الخارجي للسن، الصاق انه فوق السطح الخارجي للسن بشكل يعني بيكون حسب صفه الاسنان بيكون هو متوفر، بينما لما بيكون في تراكم اجباري الموضوع بده برد. طيب دكتور، احيانا في اشخاص يعني بيروحوا يعملوا هذا النوع من المعالجات التجميليه بعمر متاخر، وبعض منهم بيكون عندهم امراض معينه، فبيكون في دراسه حاله طبعا لهذا الشيء، يعني في ناس مثلا ما بينفع نبرد لا او نغير لا، في ناس بينفع، حتى بالنسبه لزراعه الاسنان في ناس بينفع. تمام. هلا دائما وابدا احنا لما عم نحكي عن برد الاسنان السليمه، لما بدنا نفوت بموضوع ناس عندها معالجات طبيه وناس عندها كسور وناس عندها مشاكل اساسيه، لا، هذا الموضوع اطار اخر، يعني اجباري هون بدها اعاده بناء، اعاده معالجه، بدها برد، بدها تحضير، هذول مسمح له، هذول هي هو البرد لهذول الناس، يعني يعني التحضير اللي نحن بنسميه تحضير الاسنان، بس هو بالعامي مريض بيعرفه برد. البرد لهدول الناس، مو للي سنه سليم وما في شيء ومتراكب مع سن جنبه وبده معالجة تقويمية وبتكون أمور كتير ممتازة. ما هو المشكلة حكيم، أحياناً كتير بيقول لك أنا ما عندي هذا الوقت سنة أو ست شهور لأقعد ركب تقويم، وأنا اليوم بحاجة إنه يكون عندي ابتسامة حلوة. فاليوم إذا بدنا نحكي عن الأعمار، اليوم بأي عمر لازم مفروض الأهل ينتبهوا على هاي القصة؟ وكتير أنا بعرف حالات إنه الدكتور بيقول لها على مهل هدول الأسنان لبنية، هل المعلومة هي صح؟ انه حيوقعوا ويطلع بدالهم؟ هاي اللي حكيناها نحن بالبدايه، انه لا، خلونا دائما نخلي الاستشاره عند اخصائي التقويم، لانه هو ودوب حيشخص الحاله بشكل مناسب يعني، ويعرف العمر المبكر. هلا بس مشان موضوع انه المعالجه التقويميه بتكون باي عمر، يعني ما يعني المعالجه التقويميه صح بتكون تاثيرها كثير كبير بعمر الصغير، بتكون افضل نتيجه، افضل نتائج، افضل، بس هي لمختلف الاعمار. واللي بيحكي انه مثلا انا مثلا ماني فاضي انه اعمل 4 شهور او 6 شهور، حيلاقي النتيجه بعد التجميل اذا اضطر يحضر الاسنان، وهذا بعد 10 سنين حيتعذب عذاب كثير طويل ما بين معالجات ومشاكل. هون لا خلص، هون هو بده يفوت باعادات معالجه، بده يبدلهم كل فتره، بعدين اذا صار في اهتراء بالاسنان او طلعت، بعدين بده يضطر انه يعمل زرع، بعدين بده يفوت بكثير مشاكل هو كان في يختصر بعمر طفولي. بس سلمى، قد ايه كنا نسمع انه الاهالي ما كانوا ينتبهوا لهي القصه من زمان، انه انا ابني بحاجه لتقويم، او صح، او الستي بتقول يلا خلص بكره بيقعوا بيطلعوا بصف ثاني حلو احلى من اللي راح، يعني صح، تماما صحيح. يمكن اغلب المشاكل اللي بتروح هي بتكون مشاكل صارخه او مشاكل واضحه جدا، فبيروحوا اللي بيكون عنده طول بالفكين او غيره، فبنلاقيهم من الصغر بيلجأوا للتقويم والجراحه احيانا، اما الناس اللي عندها سن او سنين او ثلاثه فما بيروحوا عند، لا ما بيروحوا، مع انه نتائج اللي عندهم سن او سنين او ثلاثه هي اكثر جماليه بكثير من اللي بيكون عنده مشكله هيكليه، لانه هون اجباري بدها تكون المعالجه حديه، يعني حديه نوعا ما، او بده يتجه للجراحه. بالختام بدنا نشكرك دكتور على وجودك معنا وعلى كل النصائح اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله يكون الكل استفاد منها اليوم. شكرا حكيم لوجودك، وان شاء الله هيك بصحه وسلامه، نورت صباحنا. تسلمي، شكرا. يا هلا، اهلا وسهلا بحضرتك.